السلام عليكم، معكم الكابتن ابراهيم الجعمي، مدرب معتمد لرياضه الكيك بوكسينج والموتاي، كذلك بكالوريوس تربيه رياضيه، ومدرب حاليا في نادي رياض كومبات المملكه العربيه السعوديه في الرياض. حنستعرض معاكم سلسله من الفيديوهات تهتم بالرياضه بشكل عام والتغذيه، وتختص برياضه الكيك بوكسينج والموتاي والكارديو والفتنس والعديد من المهارات والاساليب تناسب جميع الاوزان والاعمار. ان شاء الله انكم تستفيدوا من هذه الفيديوهات، فكونوا معنا. هنتكلم في اول فيديو عن الاحماء والاسترتشات، لانها من اهم العناصر عشان تكون عندك الاستعداد والاحماء وتقي نفسك من الاصابه. هنتعلم في هذا الفيديو الاحماء وانواع الاحماء وانواع الاسترتشات وتعريف الاسترتشات ومتى افضل وقت نلعب الاسترتشات. كل هذه الاشياء هنخذها في هذا الفيديو. نبدا بالاحماء، وليش بدنا بالاحماء ما بدنا في الاستطاله؟ عشان ما ينفعش تلعب اي استطاله والجسم في وضعيه برود، فعشان كذا نبدا بتمارين الاحماء عشان يكون الجسم في وضعيه الاستعداد. انواع الاحماء، ونبدا في اول نوع من انواع الاحماء اللي هو الهروله، يعني انك تجري في مكان واسع او مكان تستطيع فيه انك تسوي الجري بكل اريحيه من 5 دقائق الى 10 على حسب الكثافه والشده. وننتقل الى ثاني نوع من انواع الاحماء اللي هي تمارين الكارديو، ابتداء من نط الحبل، ويعتبر تمرين نط الحبل من اهم التمارين اللي يساعد على حرق الدهون بشكل اكبر، وكذلك تمارين الهوائيه اللي تلعبها من مكانك. تمرين الاسترتشات اللي هي تمارين الاستطالة، هي عبارة عن أنشطة تقوم باسترخاء وتمدد عضلات الجسم من أجل التجهيز والإعداد لها من أجل التمرين. أنواع الاسترتشات، عندنا نوعين من أنواع الاسترتشات. الأول اللي هو استاتيك استرتش، وهذا النوع أي تمرين أسويه بس يكون بثبات لا يقل من 20 إلى 30 ثانية. وهذا النوع من انواع الاسترتشات اغلب الناس يسووه قبل التمرين، وهذا شيء خطا جدا لانه يقلل من كفاءه العضله ويعرضها للاصابه بشكل اكثر. فعشان كذا نلعب هذا النوع من انواع الاسترتشات اللي هو استاتيك استرتش بعد التمرين مباشره. ليش؟ عشان يجيب لنا التهدئه للعضله ويخليها تسترخي بعد شده التمارين. نجي للنوع الثاني من انواع الاسترتشات اللي هو الديناميك استرتش، وهذا النوع من الاسترتشات يصاحب لتمارين حركيه، يعني اسوي اي حركه او اي استرتش بحركه. ليش؟ علشان نحفز الدوره الدمويه ويكون الجسم باستعداد اكثر عشان التمارين وشده التمارين. كذا يكون عرفنا تمارين الاحماء وانواع الاسترتشات. للاستفاده بشكل اكثر اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، او زورونا على احدى فروعنا التاليه، نادي رياض كومبات المملكة العربية السعودية الرياض.